ولكن بعد الناس، نعود إلى الأصل والسبب، بعد الناس عن الدين والثقافة التي تغيرت في حياة الناس هي التي أدت إلى هذه القضايا. لا نقول قتل النفس ولكن نقول قتل الأرحام. نجد الولد يقتل والده ويقتل والدته، وربما الزوج يقتل الزوجة أو الزوجة تقتل الزوج، وهكذا. هذه العلاقات التي فسدت، فسدت بسبب بعد الناس عن الدين. تمام يا فضيلة الشيخ. طيب أنا عايزة برضو حضرتك تعلق، لأن القرى اللي عن الريف أو القرى عموما هم أكتر فئة في مصر متدينة جدا أو قريبة جدا من ربنا. أنا بشوف، يعني أنا شخصيا بشوف ده فعلا أكتر فئة مثقفة جدا وأكتر ناس متدينة جدا، بس في النص عادات وتقاليد خاطئة جدا بتخلي الثقافة والدين مش موجودين. زي جملة جواز احنا مسلمين لكن جوازنا جواز نصارى. انا عايزة رد الدين في الجملة اللي اتقالت دي. يعني يا شيخ مفيش طلاق، يعني احنا مسلمين بس احنا جوازنا جواز نصارى، ده يعمل ايه في علاقة زوجية؟ ما هو برضو نفس السبب، بعد الناس عن الدين. ما حضرتك، انا بقول لحضرتك ان هم اساسا بطبيعتهم متدينين، هو اوريدي في دين، هو عندهم الدين وعندهم ملتزمين، بس في عادات وتقاليد. انا عايزه حضرتك يا فضيله الشيخ تكلمنا عن راي الدين في العادات والتقاليد. ما ساعات العادات والتقاليد بتبقى عكس الشرع. حضرتك بتتكلمي باعتبار ان الريف كله متدين، لا، وهتتكلمي على ان الحضر بعيد عن الدين، بالعكس. لا، اقول اكتر فئه متدينه في مصر القرى والريف، هم اكتر بيبان فيهم التدين. انا ما بقولش ان الكل، انا بقول هم اغلبيتهم. عندنا قاعده في القران الكريم يقول الله تعالى: ولكن اكثر الناس لا يؤمنون، ولكن اكثر الناس لا يعقلون، ولكن اكثر الناس لا يفقهون، ولكن اكثر الناس لا يشكرون، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فاكثر الناس يميل الى الشر، لكن القلة هي التي تعقل وهي التي تميل إلى الخير، سواء كان ذلك في الريف أو في الحضر. نعم، الريف باعتبار ارتباط الناس وقرب الناس بعضهم ببعض يظهر التدين عند الناس، لكن هذه المشاكل وهذه القضايا تنشأ في أسر بعيدة عن الدين. يعني هناك فرق بين التدين وتطبيق الدين على أرض الواقع. التدين أيوة أنا متدين وأنا راجل مسلم، لكن فين الإسلام من أرض الواقع؟ هي دي المشكلة، سواء كانت بقى موجودة في الريف أو في الحضر. طب القضايا دي بتنشأ فين؟ في أسر مفككة، أسر عندها مشاكل وأسر عندها بعد عن الدين.